صباح الخالد، بالإضافة للسؤالين أنا نسيت أن أسألك سؤال وسؤال واحد يعني فيما يتعلق. هذا صدر في حكم من محكمة بكاليفورنيا أشارت إلى أموال مختلسة فيما يتعلق بصندوق الجيش، وقالت نصاً stolen كويتي money، أموال حكومية كويتية مسروقة. أبيك تقول للشعب الكويتي وللأشخاص اللي يقولون إحنا ما عندنا مشكلة في أن نتعاون معك، ما هي الإجراءات التي قمت بها بهذا الشأن؟ لا طالما كانت أموال كويتية مسروقة، على الأقل تقدير سألت عن هذه الأموال، طلبت استعادة هذه الأموال، حاسبت المتسببين في ضياع الأموال، اعرض على الرأي العام، لا تعرض علي. أنا وجهة نظري فيك معروفة، مهما تقدم أنا وجهة نظري أعلم ما أنتم حدود إمكانياتي، لكن اعرض على الرأي العام، قول هذا اللي سويته لاستعادة مليار. وأيضا أرجوك أنك تجيب على السؤال المتعلق بعقد الاستشارات الإدارة اللي ب 51 مليون 900. يعني هل تعلم يا أخ صباح الخالد أن الشركة مو العسكرية، الشركة الخاصة اللي في نيفادا اللي فيها المؤسسات النووية، في شركات خاصة على شان الطرق ولا كذا، تقريبا 1% من هذا المبلغ اللي يحرسون أكبر منشآت نووية في العالم، للطرق اللي تمشي بالشارع على أساس أن الناس ما تدخل البر، المنطقة اللي فيها المفاعل النووي، حماية للناس مو حماية المفاعل، لأن الأرض ممكن تكون فيها إشعاعات ولا كذا. على شنو ال 51 مليون دينار عقد استشارات إدارة؟ انت غلطان، هذا دينار عراقي لا والله كويتي، لا والله دينار كويتي. وين العقد وليد؟ للذكرى؟ خلنا بس نوري الاخوان، ما في صحفي؟ صور صحفيين لو سمحتوا، في؟ تعال عندي، تعال. لا نبيك تقول، تعال يا عمي، تعال. ايش فيك؟ شو الصحافه اللي؟ خايف اقعد. ماني خايف فيكم، خير بركه كلكم. اقرا لي بس العنوان، اقرا. تقديم خدمات استشاريه لاداره المراكز الثقافيه ومتاحف حديقه الشهيد. اوكي، الطرف الاول مين؟ الطرف الاول حيث يرقب الديوان الامير الاول. أوكي. في التعاقد مع الطرف الثاني. اوكي، يتعهد الطرف الثاني بموجب أن يقوم بتقديم كافة الخدمات الاستشارية لإدارة المراكز الثقافية ومتاحف حديقة الشهيد وفقاً للشروط المرجعية المنصوصة عليها. الله أكبر، حريصين على المال العام. يتعهد الطرف الأول اللي هو الدولة ممثلة بموجب هذا الاتفاق إلى أن يدفع إلى الطرف الثاني لغاء تقديم الخدمات الاستشارية مبلغ وقدره اقرا فقط 51,900,000 دينار كويتي. اوكي، خدمات استشاريه لاداره حديقه الشهيد، حديقه الشهيد اللي فيها مطاعم مؤجره اصلا، ومركز عبد الله السالم اللي فيه 5 موظفين اللي تشوفون الصواريخ اللي فيه، ولا 51 مليون استشارات. والله هذا شيء يضحك، عفوا ما يضحك، والله يبكي. يعني هذه الطريقه اللي تدار فيها مؤسسات الدوله. المشروع نفسه كم؟ انا ودي اسال، اذا كان عقد استشارات الاداره 51,900، طيب الاداره كم؟ طيب الانشاءات كم؟ طيب الصيانه كم؟ ولك ان تقيس على ذلك باقي المشاريع. عندي من هذا النوع 124 عقد، يعني اجمعهم من 4 سنوات وقاعد نفرز كل واحد، لا 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 لا، لكل المؤسسات. ما هو الفساد لما يصير ما يكون خاص بمؤسسه واحده، يعني الفساد دائما ينتشر بسرعه يعني. فانا فقط راجعت هذا لوضوح المساله، في اشياء لو مو واضحه يعني حاطين عراقيل بس في نهايه المطاف يعني ما حطوه.